أفندم، أجانا اتصال من المحافظة للتحويل حق القسم، اسألوا على محمود. وأنا اشتريناه كانوا محمود هذا. أهل الحارة كلهم شافونك لما شليته بالطق. أيوة أنا شليته بالطق وأخذته إلى غرفة التأديب. ها في عندك مانع يا أفندم قبر؟ ما فيش عندي أي مانع يا أفندم، بس لازم تفرق على محمود، ما نشتيش مشاكل. هذا مش شغلك. اسمع على الباقي إذا أنت تقوم تعلمنا شغلي. يلا قم انهض، يلا روح على شغلك. هي. ألو. اسمع يا مصطفى، إلى حد الآن ما قد قلت لنا من اللي فجر القاعة ولا من هو اللي زرع العبوة الناسبة في ناقلة النص. وفوق هذا كله خربت العلاقة بيننا وبين المحافظ بسبب استجادك لمحمود. بس أفندم، اسمع يا مصطفى، وضعك مش عاجبني هذه اليومين، لكن أنا بعطيك فرصة، حاول ترتب أمورك وتعيد حساباتك.